باش نبداو الحوار نتاعنا باش يكون مقسوم على جزئين، الجزء الاول باش يكون مخصص للمسيرة أيمن حماد في لكن في ليتوال في الكلوب في لاسبيرونس في مونبلي هكا هذوما ماهيش غلط مش نقشة لا نص ساعة ثانية باش نحكيو على الكان ومقابلة منتخبنا غدوة إن شاء الله ضد المنتخب المصري به حكينا على البدايات أيمن في مساكن كيفاش كانت رجعتك شوية لتالي رجعتني برشا والله البدايات طرفة هي ما كنتش نلعب هوند معناها دخلت الهوند بتفدليك كما نقولوا ومن بعد ركبوا هالي لي زونترونور غادي في مساكن شكون تلعب؟ والله فوت لعبت رجبي اي مساكنية مقومين بذلك بها ونوجه لهم تحية زاد محمد رئيس ومهدي بيع خاطر شافوني طويل هكا شوية تلاهوا بيا معناها عملت عامين في مساكن وبعد في ليكيب ريجونال كي عملنا كتيست شافوني ليتوال مشيت معاهم العام اللي بعده معناها فيت في ومن وقتها حطيت اللي لازمني نكمل في الثنيه هذه حطيت في مخي الهوند والحمد لله الواحد انا عمل كارير باهي كما نقول فهمت ليتوال كيفاش تفرجوا فيك في ماتش ولا كيف اي عملنا ماتش وقتها كيب ريجونال قسمونا لعبنا ماتش اميكال ماتش كما نقولوا ابليكاسيون جيت لول اريير بريمير اريير دوا في الساحل هيك هما العينين غادي ولي زونترونور وكذا وسي محمد معتمري وقتها نوجه له التحيه زادا شافني وعجبته وكلم مانجير جاني حتى الدار وتفاهمنا ومشيت مع نكور مشيت وقتها عام قداش؟ هذا عام 99 باهي قداش عملت في النجم؟ أربع سنين عام كادي وثلاثة سنين سينيور كيفاش تعديو؟ والله باهي الحقيقة معناها الخدمة معناها موجودة لهوة وانت صغير معناها لاهين بينا بعد في الأخر صارت هكا حكاية الواحد ما تفهمش فيها معاهم وقصد ربي وكذا كي العادة حكاية تاع فلوس ولا اي كي العادة هذيك هي ما تفهمتوش في الكونترا الجديد هذيك وكان فما اوفر وقتها من الكلوب لا والله وقتها ما فهميش ما تفهمتش مع ليتوال قلت هكا ويزي جيت من بعد الكلوب قلت علاش لا قعدت عام مرتاح قلت معناها مش ما نجمش نكور خاطر قعدت كل عام مرتاح وقت انت سو كونترا شنو؟ لا ما عنديش كونترا مع ليتوال اماتور ما حبوش يسيبوني دونك قعدت مرتاح ونترينا مع الكلوب شويه حتى لين العام اللي بعده شديد الثنية الصحيحة وشنو صار بالضبط الوقت؟ علاش نجم؟ ما تفهمنيش والله ما تفهمنيش في الكونترا ما قعدوا معنا يمنيو فيا كما نقولوا من الاول باش نعملوا الكونترا باش نعملوا الكونترا كي جينا نحكيو في الرسمي ما عجبنيش بعيد على بعضه شيء هاي قلت لهم مش لازم لا يزي الواحد هذيك معناها ولات خدمة ولا الكورة الواحد كارير معناها نتاع جور مش طويلة لازم يضمن روحه هيك وخممت قلت ما ظهر لي كيفاش نزيد فيها اللي توال هيك بطلت وديريكت جيني البريزيدون في تصفيه من صالح جاب لي الكونترا وقال لي هذا اللي تبع لي قلت له هذاك هو هاي صح هكا وضحيت بعام قعدت في بطل معناها ضحيت بعام هو لازمك وقتها قانونيا لازمك تقعد عام ما تلعبش في حاجه معايا اي من بعد الكلوب دفعت معناها كما نقولوا الغرامه باش نجم نلعب حتى العام اللي بعده واللي توال ما قلقوكش وقتها شنو معناها مسؤوليه الكل العباد كل شيء اي العباد مو فما اللي يعرفني صحيح شفتو في مساكن العباد تحب لي توال غادي كيفاش تمشي للكلوب اي من الاول اما شويه خلقوا علاش وعلاش اما اللي يعرفوا اللي معناها نقولوا اللي توال غلطت في حقي قالوا لي راك هذيك خدمتك وربي معك واللي طلبته انت بارابول من لاعبين اخرين حكي فارغه وقتها ما تسميش برشا فهمت شنو هي 500,000 شهريه وقتها بربي طلبت 500,000 شهريه قالوا لك ليه بريم سينياتور وقتها حكي فارغه معناها 15 مليون في العام وانت فاكر كنت من اعظم اللاعبين البارزين في ليتوال اي وقتها طلعت معناها شديت بلاصتي شكون فيها ليكيب اي من وقتها؟
الكل وقت نلعب مع أنور عياد، صاحبي بن عزيزة، مراد خبير، ذاكر السبوعي، أمل القفسي، سامي السعيدي، يسري الغالي، أمن حسين، نور الدين دحماني الله يرحمه، تجوري عطيه عليه. شكون معك في البوست؟ يامن حسين، يامن حسين ونور الدين دحميني الله يرحمه وقتهم في الاخر نتاعو كيكا. لا 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 مش لعب شو معناه العام الدوبة ما طلعت من معناه السينيور عمل العام ومشي. اما نفكر كنت تلعب انت وقتها في معناتها في بيريود هذيك ما تسواش نلعب معناتها 500,000 سلم وفي ملاعب شديد بلاستي وهزينا شامبيونات الاولى والثانيه وانت في ناسيونال ظهري وقتها ناسيونال كيب ناسيونال جونيور وقتها حتى كي جا زوران 2002 عملنا وقت الشامبيونات دي موند جونيور احنا 2003 في البرازيل عديت شامبيونات دي موند باهية حصلوا كلام باش نمشي معهم ديريكت التورنوا الكاليفيكاتيف جوز اولمبيك وقتها مع سينيور وما وقتها كمل تعب ومضروب شوية الكوب دي موند هذيك في الجونيور كان فيها نتفكر هاللي محمودي لا لا بالحق مودي من عام 86 ما كنتش فاهم ما مش هي والحري وائل الحري صبحي سعيد جلال التواتي من خذيره مروان مجاز وسيم هلال جينيراسيون هذيك 82 83 فهمت صوفيا من صالح حصلنا نقز على الفضل جاك عطاك اللي حاجتك به عطاك 500,000 ما عطاكش اللي تو لا مشيت للكلوب مشيت للكلوب الحقيقه شو الخدمه من اللون معنا في الاتوال معنا نشكر زاد كامل عقاب بالحق معنا فما حاجات معنا اللي قعدوا لي واللي قعدت معنا نشوف بهم اللي ما كورتش كما نقولوا مسرح بالبي في الاتوال خاطر كان صعيب فهمت مشيت للكلوب نلقى ما فهمتكش معناها مش بالبي ماكش ميخليكش عليز تكور فهمت كامل عقاب اي ميخليكش تعملش تحب ميقوليكش ألعب تريكت برشا معناها ميخلي رغم اللي من أحسن مدربين تعدوا في تولى حق نجاحات كبيرة وقت اي أنا قلت لك خدمة باهية مع خدمة معناها قلت لك التو معناها فهم حاجات التو منه هو فهمت من بعد مشيت الكلوب زاد صحيح حافظ الزوابي زاد عام قديش مساج فكرة 2005 2006 عامة المونديال نتاعك عامة المونديال هذاك مرتاح يعني البريود هذيك مرتاح يعني بديت في 2005 كي جيت معناها للكلوب وسي حافظ وقتها شافني في لونترينمون في لي ماتش اميكو قال لي كور وكور على روحك فهم اللعبة العب على روحك وعارف كيفاش ياخذني فهمت وعملتك الأربع سنين أحسن بريود معنا هذيك أحسن بريود حتى في الكلوب عملت أربع سنين زيت هاي أربع سنين كنت كيف من الملاعب برزيني تقريبا أنت نفكر من الملاعب اللي هزي الليكيب والجمهور كل ما غلوم بي من حماد وحتى نتفكر حتى في صغار أنا صغير كنت يقلدوا فكتيرة كلي من اللوتا لعبت شوي هوند على فكرة في منزل تميم هي منزل تميم عند المدرسة هاي كاو ما الاسم كبر الطموحات كبرت كما نقولوا وليت نخمم ونمشي نكور من بعد الواحد جاوني لي زوفر بداو معناها هكا كلموني حتى من كنت باش نمشي للبونز ليغ وقتها لبرلين فوكسي برلين اي بعد ما صحتش فما هكا شويه كيف المسؤولين زاد ربي يهديهم صوفيا مصالح ما خلاكش لا 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 وقتها مش صوفيا وقتها فما الياس ناجي وفريد خميس صارت هكا حبوا زعما نقصوا لهم اللامبو اللي عندهم باش يدفعوا عليا قلت لهم جيت مدخلكم معناها كم يحبوا يدفعوا لي نحب يدفعوا لي السالير هذايا يدفعوا لي زامبو يدفعوا لي لكم مالهم انتم كانوا ما تفهمنيش ما فهمتش علاش عملوا الحكايه هذه قلت لك حبوا معناها هما ينقصوا عليهم اللامبو اللي مش يدفعوا عليا في المانيا شنو علاقه الكلوب بالحكايه هذه قالوا لهم ابعثوا كيما نقولوا اشتر السالير دائما للكونت بتاع الكلوب وإحنا تنعطيهم له في تونس فهمتك قلت لهم مانيش مش يضمن لي من بعد مش تبعت مش تعطوني سالير كامله هي مش لازم نجي قالوا لنا تفهمنا مع السبونسور وقالوا منا قلت لهم مش مشكلتي كانت بلبزت ما كنتش تنجم تضحي يا ايمن كان مشيت وقتها لالمانيا في السنه هذيك كنت تصور
تكون عندك مسيره اكبر برشا حتى على اللي شايل. انت في تونس عملت مسيره كبيره تبارك الله، اما على اللي تبع كانت عالميه نقول باش مش نضحي خويا اشتر سلاره ومش شوي. فهمتك. كما نقول وقتها قد يعطاوك وقتها 10,000 اورو في الشهر. معناتها كانوا باش يعطوك 5,000 اورو معناها كانوا باش يعطوني 5,000 و5,000 يبعثوها. فهمتك. قلت لهم الواحد من يعرف توا مثال كما نقولوا وقتها كامل يدير بريزيدون برا عندي في ثقة ويتبدل البريزيدون آخر يقول لك شكون قال لي فلوسك ولا ما نعطي. صحيح هاي. ما نعطيوكش وتدخل تعرف الجمعيات لهنا حتى فلوس هوند تجي فلوس هوند يدخلوها فلوس. ما فهمتش اش دخلهم فيها الحكاية معناها فسيرتك انت اش دخلهم. لا ما هم جبت لهم 400 مليون. نورمالمون ترونسفير تاخذ 400 مليون والسلام عليكم. شهريتك انت اش دخلهم فيها معناها؟ قلت لهم 200 يورو باقي طامعين يحبوا. قلت لهم مش لازم اقعد هوني قاعدين الناس كل ما ندمتش شوية عليها الفرصة هذيك. لا مو ديجا فما لي زوفر معناها فما بي اس جي فما مونبولي فما شومبيري. بعد قعدت نخمم ما بيناتهم الثلاثة. هذا في آخر عام ليكم على الكلوب ولا وقتاش بالضبط؟ هما قبل بعام كلموا فيا من 2008. نتيجة ديجا صححت 2008 ومشيت 2009. صححت 4 سنين مع مونبولي. بعد ما لما حالة حبيتش نقول لهم اللي كنت في مضروب. ما عملتوش تيست ميديكال وقتها؟ لا جاو صحوا لي في تونس. ما غير تيست ميديكال؟ ما غير حد شيء. مونبولي تخدم هكا؟ كاو تغروا تغشوا فيا. اي خاطر انت تشوف معناها. مو لا وقتها شنيا؟ الوجيعة اللي عندي في كتفي ما تظهرش. جوست شوية من الأول. نلعب يوجع من الأول كتفي برشا. تسخن تمشي على روحك. تسخن هكا وما عادش تحس. من غدوة عاد ولا في الليل. في الليل ما عادش نجم نرقد عليه كتفي ما عادش نجم نزل. كيف كانت هي البلاسيون هذيك؟ هي نجم نقولوا خدمة غالطة ومع كان طوندينيت كما نقولوا بدات شوي بشوي تكبر في الكلوب ولا في توان. هي بدات تعرف كي ارتحتك العام ملي رجعت العام اللي بديت نكور فيه مع الكلوب بديت عملت لي سيني. اما نمشي للطبيب ولا حاجه يقول لي ما تخافش طوندينيت وتمشي على روحك. بديت نمشي لاي طبيب يقول لي طوندينيت. كان جيت فاهم اللي هي ماهيش طوندينيت ترى الواحد وقف و فهمت ودواء كما نقولوا قاعدة. حتى طبيب في تونس ما فاق بها شنيا؟ ما خموش كما نقولوا. تجي تلعب مع الكلوب بعد تجيك ايكيب ناسيونال حتى ليكيب ناسيونال كي نمشي نقول لهم كتفي وش يقول لك كيفاش انت تلعب هكاك في الكلوب وجينا لهنا. جوستومون انت اليوم في الاسبيرونس معناها بالمسيره هذه تبارك الله وكتفك كنا نحكيو في الاوف قلت لك ويسامح ما وقت اللي كتفه ضرب يلعب لعب كان ديفونس معناها. كتفي ديجا تسمى اكثر من وسام حمام خاطر وسام دوبا ما وجعوا كتفه حبس. عمل العمليه وقعد يلعب ديفونس يعني معناها 4 سنين قعدت نكور به. ديجا الشيروجيان في مونبولي قال لي كيفاش كنت تكور انت ما كتفك الحاله اللي فيها انت كيفاش كنت تكور. قلت له بقدر ربي كنت تكور. ولليوم تتقاوى على روحك ولا كيفاش بالضبط؟ والله ساعات الكتف توا تفرهد معناها اما دوبا ما رجعت معناها من مونبولي خاطر العمليه انا ماهيش ناجحه زاده حتى غادي ما نصحتش. اي عامين ونص نلعب في ريديوكاسيون نكور شويه ونرجع للسونتر نلعب في ريديوكاسيون. بون خاطر زاده تبعتهم ما تعملش هذه ما تمسش الديفلوبي ما تخدمش هكا كتفي ماشي ويضعاف. قلت هذه مش حل هكا الواحد مش يقعد معناها. عملت اللي في مخي كما كنت مستني نعمل قلت هو يوجع معناها خلينا نخدمه قوي وما مشي يوجعني وفما تير وما فما شويه فرصه. هكا تفهمنا باش نسخوا لامياء فاقوا بك غشيتهم معناها. لا لا كيفاش كانت تتفاهم؟ والله ما في بالي اصلا كي مشيت للبولي عملنا البيت ميديكال قالوا لي في باليش قالوا لي كتفك في حاله معناها كيفاش باش يتقطع التوندون والعظم يحك في بعض. ما تغشوش عليك ما تبدلتش المعامله غادي ولا حاجه؟ لا والله من الاول لا. اما انا قلت لك كيف العمليه ما نشحتش وقعدت مقاسي كما نقولوا ما نجمش نكور حسيتها معناها حتى غاضتني واحد قاعد كيك ماشي مع الماشيين جاي مع الجايين وهو يداوي. قلت مش حل ما براش كتفي قلت لهم هي
يجي نفسخوا من غير لا تغزروا لي الغزر هذيك انا نخلصوا فيك وانتقاد لحد شيء شنو بيناتها كونترا يجي نفسخوا كاو كاو كي قبل ما نفسخوا جمله قلت لك تلهيت وحدي بديت نخدم وكذا مشينا عملنا تورنوا المانيا رجع كتفي سافا هكا واحد اوكي كمان اي خاطر قويتو عملت التورنوا به قالوا لي يقعد ما يرجع لي قتلوا زي ما عاش قعد ابون عليه والله ايه ساي ساتوري مخي اي برشا ستريس وقلت لك يا ريت المعامله نتاعهم تبدلت معناها مونبلي لعبت تحت مش باش تعرف انت قلت لهم ليه اي قلت لهم ليه اي مع ريحه المخ الواحد ريحه البيل قبل كل شيء باش تلعب في جمعيه تبدا مرتاح تعرف اللي ما فماش السونيه وكل يستنوا فيك في الدوره هكا واحد سينا شكون فما كانوا توانسه وقتها هيكل وعصام ولا مازال حمام وتيش ما عاونوك شوية غادي والله يا ليه اقعد قلت لهم زيد ما عادش فيه ديجا وقت الكلوب عاودوا كلموني والاسبيرانز اللي كلموا فيه حتى دانكيرك كلمتني قلت لها لي حتى دانكيرك ده قالوا لي في بالنا بالسيتواسيون تاع كتفك وتو نخدموا ببعضنا قلت لهم فرنسا ما عادش قاعد فيه علاش حبيت تروح لتونس معناها حبيت ليه كيكا نبدل الجو ياسر مونتاليتي اخرى و بورتون دانكيرك معناها كنت نجم نمشي خاطر لا يلعب شامبيونز ليغ لا حتى شيء معناها حتى في الترومون في الواحد اهم من مونبولي خاطر مونبولي برشا ريتم قوي اما تجي تحسب فيها تقول زيد تحسبها من ناحيه شنو نحن نفهم انا مليح بيخلي فرنسا قلت لك راحت البيت واش دخل فرنسا واش دخل المانيا واش دخل لا مهم اللاعب يلعب في نيفو في فرنسا خير من الشامبيونات تاع تونس معناها شنو ممكن في مازال هذيك المشكله يا يعني قلت كان يعاود يتحير عليه غادي معنا زيد بارد دانكيرك مش كيما مونبولي تقصى في البرد اللي جاي تتحير اكثر قلت باش نقعد نقاسي هاي زيد روحت لتونس رجعت معنا مع الكلوب عملت 6 شهور وبعد مشيت للترجي كنت عملت كنت لعب 6 شهور ولا شنو لا عملت بعامين ونص اي شنو صار كالعاده فمش إيماني وعود في الريح كما يقولوا خليت لهم الفلوس وقلت لهم هي كاويز فسخت كونترا معناها وهما فسخوا لك فسخت وين ما نمشي مشيت لقطر وقتها خاطر ماكش خالص معناها عملت شكايه ويا حد لا 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 شكايه ولا شيء قلت لهم فسخوا سماح في كل شيء سايب بسيف حتى مش سايبوني وما هكا فسخت من روحت من قطر ديجا خاطر مكونتاكتيني معناها ملي في الكلوب كان موك اسبيرونس كي سمعوا معناها اللي يعني ساي فسخت من عطيت ريزيلاسيون للكلوب مش من قبل معناها من قبل ما نفسخ بشوي دفعوك دفعوك باش تفسخ لا لا بالحق والله لا ما عنديش يعني الحكايه كل واحد ياخو حقه ايه. احنا ما تفهمناش ما قبل ما نخمم لا في مش نمشي لحتى جمعيه ساعتيني صفي اموري معاك انت بالذات وكما نقول ما تفهمنيش هكا وقلت لكم غير ما نقعدوا نتمنيك على بعضنا تحسين كدورة بريزيدون هاو فما وفر في قطر خل نمشي على روحي وقلت يمشي القطر كلموني الاسبيرونس اش قولك تجي معنا قلت لهم بيه نجي مشيت للقطر بدلت الجو شوية وروحت كاو تاو شديت في الاسبيرونس من 2013 معنا عندي 7 سنين الحمد لله فما هذه 2016 كنت باش تخرج ولا حاجه هكا وين شنو من الاسبيرونس 2016 اي كنت باش نخرج هي ظهري وصلوا ساعات وصلتوا باش اي باش تقص انت وياه ومن بعد مرتين يعني حتى في الصيف اللي فات زاد شنو صار بالضبط مرتين 2016 كيما نقولوا هاي بدات البريباراسيون هما يظل لي اي سالم بن يدر والسراي وقتها ما تلمو الواحد عنده برشا بوكو دو بليسور كيما نقولوا قالوا لي يزي وارتاح واحد ومن قلت لهم ايش ما حد مشكل يزي حتى نمشي الواحد القسم بيد ربي حسك ما بالكش يزي القسم بيد ربي الحمد لله الواحد بعد شنو صار بعدك ورجعوا انا كان انت و... واحنا
حاكين الكويت وما حبوا يعملوا حاجة ما مشيتش كاب ربي في الوجود. ما نحبوش ندخل في اللي ديتاي ميسيش قولنا شنية كيف نحكي ونحكي ولا حاجة بيه سي. بيه والصفة ذي شنو صار؟ ليه الصفة ذي ليه فما شيب الصفة ذي موب خاطر توا عندي عامين العام هذا الثاني صحح كما يقولوا بالعام يوفى السنة يوفى في الصيف نقعد ونتفاهموا يمش نزيد يا ليه فهمت وفيت سيزون تاعنا الواحد ارتاح فيه شوية كل واحد فهم روحه شنو اللي عمل شنو ما عملوش كلموني فيه قبل ما تبدا البريباراسيون ايش قولك من ترجع معنا تقعد معنا لعبت في الثلاثة كيبات الكبار في تونس لكوبي تواليس بيانس شنو الفرق بين الثلاثة؟ الفرق واضح والناس كل تعرفه معناها قوة إدارة مسؤولين معناها ناس تخدم على رواحة ما يحبوش معناها كما يقولوا يكلوا لك حقك فاهمنا في المونتون هذا عملنا كونترا هكا عندك سريرك تاخذها في وقتها عليك بالخدمة وكا والفلوس متخممش فيها. الكلوب قبل معناها توا ديجا تشوف واحد قلبه يوجع معناها كيفاش حتى ليتوال معناها زوج جمعيات جوريت مش همش مخلصينهم عرقهم هذاك وربي يهديهم المسؤولين كما نقولوا حرام والله حرام شيء هكاك حتى النيفو يطيح وحتى جوريت تشوف اللي ماشي للخليج واللي ماشي وبعد يقول لك الهوند مشي في تونس بون ليتوال جوها به الكلوب كيف كيف الترجي الجو ديما صخوب من ناحية شنو جماعية تلعب لك نعطي ترويد ما ترضى لك شو معناها حتى يتوالى الكلوب ما يلعبوا عطي ترويد زيت ما بيقي فما يفهموا معناها كما يقولوا ما جيتش غالب نخدموا العام الجاي توال حسب ما نتذكر معناها خسرت معناها تيتر تتغشش شوية بعدك هاو معناها في الاسبيرونس كيفية في الاسبيرونس لا تقعدك الغصة وتقعدك القهرة هذيك واحد كيفاش خسر تيتر وكيفاش ضاع عليه تيتر هذيك وكيفاش معناها ديما تقعد حتى هز زوز تيتروات تقعد مقهور على التيتر ولا اللي على الكوب اللي ضاعت على الكوب اللي ضاعت أنا ولا الكيب اللي لقيت فيها راحتك أكثر والله الحمد لله لقيت راحتي في الكل لما اللي توان ما نحكيش عليه خطر صغير ما نتسميش واحد مازال ما يعرفش بالقدية وما هوش صغير ما عادي معناه ما نتنجمش تقيمها الحكاية ما الكلوب والإسبيرانس الزوز عديت فيهم أيامات بهين وعزيت الترويت وفرحنا وبقينا وتغششنا وكل ما معناه ذاك هو السبور. أنا الفريق اللي جمهوره مغروم بك أكثر الله ما نعرفش بالضبط الحقيقة نشوف الزوز معناها اللي يشوفني في الشارع يسلم ويفرح أما نتصور قبل الكلوب أكثر خاطر واحد في طمكو كما يقول صحيح باهي مازال متواصلين في الحوار مع أيمن حماد نمشي ولا الأخبار بعد شوية وبعد راجعين في زون ميكس حتى الخطاشي تابعونا على راديو إكسبريس إف إم بوان كوم الأخبار أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رضيا جربي تؤكد إثر لقائها برئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أنه تم التطرق إلى البرامج والتصورات التي يجب أن تكون من أولويات الحكومة مشيرة إلى حاجة البلاد إلى الاستقرار للخروج من الأزمة التي لها تداعيات على وضع المرأة. كلنا محتاجين إلى استقرار حكومي وإلى مشروع ولا برنامج وطني يخرج تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واللي هي اليوم كحكينا تداعيات على النساء في مختلف مواقعهم ولا الخطط اللي يشغلوها. اليوم حكينا زادة شوية على نساء تونس على تطوعات نساء تونس على المشاكل اللي تعيشها نساء تونس وعلى انتظارات نساء تونس من الحكومة وبيان سور نجموش ما نحكيوش أيضا على تمثيلية نساء تونس في الحكومة ولكن في مواقع القرار بشكل عام.
مدير ومؤسسة سيجما كونسي حسن زرقوني وكيد خلال ندوة صحفية وكبها مبعوثنا رسم الفاسية المستجوبين اختاروا حزب الدستوري الحر في المرتبة الأولى في سؤالهم لمن سيصوتون لو قيمت الانتخابات التشريعية اليوم. وأحرز الدستوري الحر على نسبة 6.16% من أصوات المستجوبين، يليه حركة النهضة ثم قلب تونس في المرتبة الثالثة، وجاء التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة. حزب الدستوري صحيح إحصائيا الأول، لكن معاه النهضة ومعاه قلب تونس سينيفيكاتيفمو من ناحية إحصائية بحتة. ثلاثة أحزاب هذوما دون زان ميم مشواغ دو بوش معناتها مع بعضهم، ومن بعد نلقاو التيار والكرامة 5-6%، وبعد نلقاو الأحزاب الأخرى. دوك أون فات اليوم البيزا المشهد السياسي متكون من ثلاثة أحزاب القدام وحزبين في الوسط والباقي بعاد. حسب آخر إحصائيات قدمها مدير مؤسسة سيجما كونسي حسن زرقوني بالنسبة للقنوات التلفزية، فقد وصلت قناة نسمة احتلال الصدارة بنسبة 25.7%، تلتها قناة الحوار التونسية ثم الوطنية ثم حنبعل ثم قناة التاسعة. بالنسبة لمشاهدة قنوات التلفزية في تونس الأمور واضحة، قناتين تصدروا الترتيب اللي هما نسمة وحوار تونسي، قرابة الربع بتاع تونس يعديوا ربع ساعة يوميا على القنوات هذوما. ثم نرقاو ثلاثة قنوات أخرى دائما تونسية، وهذه حاجة باهية، 80% من القسط أو الحصة في المشاهدة تمشي القنوات التونسية. نرقاو دونك ثلاثة هذوما اللي هما بطبيعة الحال الوطنية واحد بغراس أسون جي دي دو 20، معناتها النشرة الرئيسية تاع الساعة الثامنة ناجحة اليوم. هي نرقاو كذلك حنبعل كذلك موجودة في المرتبة الثالثة والرابعة، ونرقاو التاسعة اللي كانت عندها 7% ولا توا 10 واش مع تقريبا اكثر من مليون تونسي تفرج فيها. هي اكثر واحده قناه ربحت دي بوان في معنا بعل في 2019. الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يعلن عن موعد صرف القسط الثالث من الزياده في اجور الوظيفه العموميه، هذا ومن المقرر صرف القسط الثالث من الزياده خلال شهر اوت 2020. في الشأن العالمي، ارتفع اليوم عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 41 حالة، كما بلغ عدد المصابين 1287 إصابة مؤكدة. ووصل الفيروس الجديد إلى أوروبا أمس الجمعة عقب أن أكدت وزارة الصحة الفرنسية إصابة 3 أشخاص. وختاما، لقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم، أصيب نحو 920 آخرين إثر هزة أرضية ضربت شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء أمس، وبلغت شدة الزلزال 6.8 درجات، وانهارت العديد من المباني على بعد قرابة 550 كيلومترا من شرق العاصمة أنقرة. نهاية هذا الموجز الإخباري، قدمته لكم فدوى التركي، في أمان الله. Express FM, dites-le climat.